بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهاردة هنقدم لكم عربية سوزوكي فان موديل 2012. العربية دي فابريكا برة وجوة ما عدا حتة صغيرة قوي حوالي 20 سنتي. هنقولها لحضراتكم. ده الصدر بتاع العربية زي ما احنا برضو عارفين انه سليم الحمد لله تمام مفيش اي مشكلة. القايم بتاع العربية بالزنب بتاعته بالمضراب الجنب اليمين ادي المضراب بالجنب كله الباب خش على الشنطة الاكسدام الحتة اللي احنا بنقول عليها اللي هي حوالي 20 سنتي الحتة اللي احنا بنشاور عليها بايدينا دي مش مأثرة على القايم ولا مأثرة على اي حاجة خالص والدليل ان القايم سليم اهو الحمد لله القايم الحمد لله سليم ما فيهوش اي مشكله خالص قايم وضع بلاده سليم خالص مش اي حاجه بقيت الشنطة الاكسدام بتاعها الجنب الشمال 4 فرد كاوتش بحالة كويسة الفردة الرابعة موجودة بالجنط بتاعها الجنب الشمال ده ما احنا حضرتك شايفين كده المضراب تمام باب السواق القايم الشمال بتاع السواق سليم مفيش اي مشكلة المضرب بتاعه تمام صدر العربية قلنا تمام فبصينا بقى على حاجة تانية ان الاداث بتاع العربية هتلاقيه ما تغيرش هنا موديل 2012 نفس الكلام هنا 2012 نفس الكلام في الشنطة نفسها 2012 نفس الكلام 2012 نفس الكلام 2012 نبص بقى على العربية من جوه دواسة لسه معمولة دواسة فرنساوي بلوح كونتر كسوة جلد للكراسي معمولة لسه مفيش أي حد قاعد عليها السقف والجناب برضو لسه معمولين عربية على الشغل على طول يعني مكنة بقى وعفشة ولا تجر 200% ومبنبالغش مكنة وعفشة ولا تجر تمام عربية الله أكبر عليها مفيهاش أي مشكلة خالص وشغالة وتمام العربية دي مرور المقطم فيها رخصة لغاية شهر 2 اللي جاي وفيها فحص لغاية سنة 2022 وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص من وش الرخصة باسمنا او باسم المالك اللي هيشتري لو اتباعت خلال يوم او يومين العربية دي ممكن تتباع قسط بمقدم 50,000 جنيه وقسط شهري 2500 جنيه كل شهر عربية بقى من بره الدوران بتاعها الخارجي عشان يبقى احنا كده جايبنا العربية كلها بالجنب اليمين كله من بره برضو وربنا يجعلها خير لصاحب النصيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.